مجال التواصل يا جماعة هو المكان، الظروف، الوقت، الحالة النفسية، كل الحاجات والمؤشرات اللي بتأثر على وقت التواصل مع شريك الحياة أو شريكة الحياة، أو كمان في الحقيقة في التواصل بوجه عام مع أي حد بتكلمه. كل الظروف المحيطة وكل المؤثرات اللي حواليك، ده بنسميه مجال التواصل. لما بيكون في مجال تواصل، للأسف مش دايما بيكون مجال التواصل مناسب عشان نوصل للنتيجة المناسبة، لأن في مؤثرات خارجية بنقول عليها مجال التشويش. مجال التشويش وانت بتتواصل مع الشخص اللي قدامك بيكون عبارة عن حاجات كتيرة مختلفة بتأثر في قوة التركيز، بتأثر في وصول الرسالة للطرف التاني. زي مثلا تلفزيون شغال في الأوضة اللي جنبك ومفيش حد بيسمعه، صوته عالي، فانت مضطر وانت بتكلم مراتك تعلي صوتك أكتر، هي بتعلي صوتها أكتر عشان تسمعك أكتر. نحاول في الحلقة اللي جاية دي نتعلم إزاي نقلل مع بعض مجال التشويش. في حاجة اسمها مجال التواصل يا جماعة، تفتكروا إيه هو اللي ممكن يكون تحت مسمى مجال التواصل؟ الساعة ونص اللي احنا بنتكلم فيها، القعدة اللي احنا قاعدينها، أوقات كتير بقعد أتكلم مع حد يكون بقالي كتير ما شفتوش، بقاله كتير ما شافنيش، أنا جاي من عيلة صعايدة زي ما بقول، أوقات كتير جدا حد من عيلتي يكلمني، إزيك يا عادل، أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنت كويس؟ الحمد لله. والعيلة عاملة إيه؟ الحمد لله. طب وأنت صحتك كويسة؟ الحمد لله. بيحصل كتير جدا، إحنا بنكرر الكلام اللي هو أصلا إزيك، أخبارك إيه؟ كويس. وأنت؟ أنا تمام. نكمل الموضوع. فده جزء مهم جدا جدا، أنا ممكن أطول مجال التواصل، أطوله بصورة غير طبيعية، غير واقعية، عشان أحصل على معلومة صغيرة جدا، بستنزف طاقة، بستثمر وقت كبير جدا المفروض إن هو ما يحصلش. ولكن إحنا بنتعامل ببساطة، هنا يلعب الذكاء العاطفي، الذكاء الوجداني دور كبير. الذكاء العقلي هيحسبها دقيقة زائد دقيقة اتنين، خلاص يا عم مش أنت سألتني؟ مش كل شوية تقول إزاي؟ ده الذكاء العقلي، حسبتها سؤاله خد نص دقيقة، إجابتي خدت نص، خلاص بقى نخش على موضوع تاني. إحنا مش هنحسبها بالذكاء العقلي، في حاجة اسمها الذكاء الوجداني. الذكاء الوجداني إن أنت تقود مسار الحديث بطريقة إيجابية، إنك تخرج من دائرة السؤال الأول اللي هو رايح جاي رايح جاي رايح جاي، تاخده ببساطة وبجمال وبهدوء وبجنتلة إلى النقطة التانية، وتقود أنت مسار الحديث. ده الذكاء الوجداني أو جزء منه. إيه تاني يا جماعة مجال التواصل؟ الحياة بكل ظروفها، يعني بكل الأحداث، الأحداث، الظروف اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي اسمه مجال. لو حد طفى النور يا جماعة بتاع بالقاعة، واحد ورا التاني ورا التالت، مجال التواصل هيكون موجود، هتسمعوني بس مش هشوفكم ولا تشوفوني. الطقم الجميل بتاع الكاميرات والتصوير والصوت مش هيقدروا يكملوا شغلهم، هيكون في عائق في التواصل، لأن مجال التواصل أصبح مشوش بصورة أو بأخرى. زي ما بقول من شوية إن لو في معوقات في هذا المجال، فالتواصل بيصاب ما يسمى بالتشويش. يعني إيه يا جماعة مجال التشويش؟ تخيل ان انت قاعد في البيت وبتتكلم مع مراتك، وشباك الصالة مفتوح، والعربيات بيب 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 بيب، وانت قاعد تتكلم وعايز تسمع، وهي عايزة تتكلم وعايزة تسمع. وازيد من كده تلفزيون المسكين اللي مفيش حد بيتفرج عليه اساسا، بغض النظر عن انه شغال والكهرباء غليت على فكرة، انا سمعت مرة تانية، سيبك من الكهرباء، شغال ومحدش بيسمعه. احنا مش واعيين ان ده من ضمن العوامل الرئيسية للتشويش في التواصل ما بيني وبين زوجتي، او التواصل ما بيني وبين الشخص اللي هو بتكلم معاه. اوقات جدا تقعد في مكان مش مرتب، في حاجات، ما عفوا اسف في اللفظ، زبالة مرمية على الارض. هي الفكرة مش نظافة، مش فكرة، مش ان انت ما فيش زبالة، ولكن من وقت للتاني هتجذب عينيك، هتاخد نظرك، هتشد انتباهك عن انك تتواصل بصورة صحية وصورة صحيحة. بقدر الإمكان لما نخلي مجال التواصل خالي من الشوائب، هيساعد إن إحنا نوصل لنتيجة إيجابية وفعالة للتواصل الإيجابي. معنى أن نقول إن في تواصل إيجابي يبقى في تواصل سلبي،
هنتكلم عليه مرة تانية. احنا بنتكلم عن مجال التشويش، وانت بتتكلم مع شريك حياتك وشريكة حياتك، في رسائل كتير 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 بتوصل بصور مختلفة وبأشكال مختلفة. شايفين ان حوالين الرسائل دي موجود سو بالونة كده، انا اطلقت عليها دي مجال التشويش. التلفزيون اللي شغال على الفاضي محدش سمعه، وبناء عليه لان هو شغال وصوته عالي ومحدش سمعه، انت عايز تكلم مراتك فانت بتعلي صوتك، تعلي صوتك اكتر من صوت التلفزيون عشان هي تسمعك. انت هتصاب بصداع بعد 5 دقايق وهتتعب ودنها بعد 3 دقايق، مش هتقدروا تكملوا. ازاي يا جماعه اتغلب على الصعوبات بتاعه التشويش؟ لازم تبقى واعي ان في مجال تشويش وابتدي لا لازم نقفل الشباك. برافو عليك، مش هتقدر تمنع العربيات ما تمشيش، لكن اقدر اقفل الشباك، اقدر اشغل مروحه بعد كده. تلفزيون الحرق نفسه جوه اطفيه، ملهوش لازمه، هيخلي الجو هادي، هقدر اتكلم بصوت واطي، هتسمعني بانتباه. ولذلك لما بيكون في مجال تشويش، مش كل الرسائل اللي انت بتبعتها بتستقبل 100%، ومش كل الرسائل اللي انت بترد بيها عليه بتوصله 100%. ليه بنتواصل يا جماعه؟ احنا عرفنا ايه هو التواصل. ليه بنتواصل؟ تبعت معلومه، تستقبل حاجه، الو ازيك، هتيجي النهارده الساعه 9 بالليل ولا نروح من غيرك؟ انت بتوصل معلومه، هو كمان بيرد عليك فيها. ارسال معلومه واستقبالها، ايوه امير ازيك، انا بحقيقة تعبان ومش عارف اليومين دول بمر بظروف قاسيه. انت ممكن تقول الكلام ده لمراتك وما تخافش، مش هتلومك. ولكن احدى طرق التواصل، اهداف التواصل، انك بتعبر عن المشاعر والافكار اللي جواك. عايز تفهم شيء، عايز تعي ليه، انت بتمسك الجرنان وتقرا، بتمسك كتاب وتقرا، عايز تفهم الموضوع بيقول ايه، عايزين نفهم. تاخد قرار، تحل مشاكل، انك تعلم وتدرب حتى ولو نفسك. بكره نتكلم عن التواصل مع الذات. واحد بيتكلم مع نفسه، واحد بيكلم نفسه، احنا ما بنسمع الكلام ده، بنقول بيكلم نفسه. على فكره ده حاجه صحيه جدا، ومن احدى طرق التواصل الرئيسيه والاساسيه في موضوع التواصل، انك تاخد وتدي مع نفسك، انك ترشد حد. انا لما اكون عندي مشكله، او انت مديري، انت قائدي في الكنيسه، انت القسيس بتاع كنيستي، ابونا بتاع الكنيسه، انا بروح وبحكي معاك لانك عايزك ترشدني، عايز توصل لي رد في الموضوع او تفيدني او نصيحه. توجيه وتعديل السلوك يا جماعه، احنا ممكن لو قعدنا ندور عن اهداف التواصل هنلاقي فعلا اهداف كتير جدا. وممكن تقول لا انا الكلام ده كله مفيش بس غير حل المشكلات، انا بتواصل مع مراتي عشان احل لها المشكله بتاعتها واحل لها مشكلتي انا كمان وخلاص، هي عليها تسمع وعليها تستقبل. تامل في الصوره دي شويه. على فكره مش لازم تعمل كده في البيت لو ان الظروف مش سامحه. انت ممكن تكون عندك اولاد صغيرين ومش بيناموا بدري، عندك مشكله ان التلفزيون في نفس الاوضه، حاول ان انت وانت بتتكلم، نشوف ده كله خطوه خطوه، ان الجو انه يكون مناسب للتواصل. فاذا التواصل يا جماعه مش بس مجرد ارسال واستقبال معلومات، ولكن بيلعب فيه دور كبير في نجاحه الجو، المؤثرات اللي حواليك، الظروف، التوقيت، عوامل كتيره جدا بتاثر فيه. وانا بتكلم مع زوجتي، ودي كانت على فكره نقطه بيني وبين مراتي فيها شيء من المشاكل، انا كلامي واضح النطق ولكن احيانا بتكلم بصوت واطي قوي، يعني ما تسمعنيش خالص. انا بتكلم كده مع مراتي، كنت بتكلم كده مع مراتي ان انا هي مش سامعاني، فكل شويه عادي بتقول ايه، بتقول ايه، وك وك وك، مش واصله. فمجرد اللغه اللي انت بتتكلمها، بغض النظر عن اللغه المصطلحيه، الا ان اللغه اللي انت بتتكلمها لازم تكون واضحه، واضحه النطق. وعليك لو ما سمعتيش او ما فهمتيش قولي له حبيبي ممكن تعيد تاني، انا مش فاهمه او ما فهمتش، انا سمعت كلامك بس مش فاهمه قصدك، تقصد ده ولا ده؟ اتكلم بصوت واضح. مفهوم المعنى من الناحيه اللغويه عدم التطويل والتكرار. انا اوقات في الحقيقه بقعد في جلسات ممكن جدا الاقي نقطه تناقش في 5 دقائق، نقعد نعيد ونزيد ونزيد ونعيد ونعيد ونزيد 10 دقائق، ربع ساعه في نفس القصه. خلاص التكرار ممكن يزهق اللي قدامك او يتعبه. هنحاول ان احنا نحط الرساله واضحه
ومفيش داعي للتكرار. لما يكون في فرح او حدث كويس، حدث جميل، خلي تعبيرات وشك كمان تبقى مساعده لهذا الحدث. تعبيرات الوجه ولغه الجسد تكون معبره وليس مبالغ فيها، وليس مبالغ فيها. لما بنتكلم يا جماعه عادي لوك 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 لوك، لكن خلينا ناخد فترات راحه في النص. خلينا اسيب لكم الشهيق والزفير، اسيبك ثواني انك تفكر في الكلام اللي انت سمعته. درجة الصوت يا جماعة، علي صوتك شوية، أنا مش سامعك، شكراً، أنا مش سامعك، برافو عليك. درجة الصوت، طريقة الكلام ودرجة الصوت تكون مناسبة للموقف كمان. وتسمع لحد النهاية. إلا بقى لو موضوع ساعة، ساعة ونص، يبقى نوقف ونخش في شابتر اثنين وثلاثة، لكن لو عايز أوصل لك فكرة، مراتك عايزة توصل لك فكرة، حاول تسمع للنهاية. صعب إن إحنا ما نقاطعش. أوقات كتير جداً بتكلم حد وبعدين قبل ما تكمل الفكرة بتاعتك لا خلاص خلاص ما انا فهمت، وهو فعلا لسه ما فهمش، لان انت عايز تقول حاجه تانية. انت بتقول الفكره اللي هو افتكر ان هو فهم كل حاجه من خلالها، بتحطها كاساس او بيز للفكره اللي انت عايز توصلها. بلاش تقاطع واسمع للاخر. الاستماع الايجابي الفعال، ازاي تسمع ايجابيا؟ هو في سمع ايجابي وسمع سلبي؟ فعلا في سمع ايجابي وسمع سلبي. اوعدكم ان ده درس كامل يعني، او شابتر كامل، انك تسمع وازاي تسمع بالايجاب وتسمع بصوره صحيحه. بنتكلم يا جماعه عن مهارات اساسيه في التواصل. احنا عندنا اربع مهارات اساسيه في التواصل، اللي من خلالها لو جمعت كل 90% من حياتك التواصليه هتلاقيها بتنحصر في الاربع نقط دول. اول نقطه اللي هو التفكير. انا من شويه لسه بقول انك من ضمن طرق التواصل هو التواصل مع الذات، انك تتكلم مع نفسك. هذا سيبه. اوقات لما كنت بشوف حد كده يا ربنا يشفيه، ده بيتكلم معنا، ده بيتكلم نفسه، صدقوني ده مش عيب ومش غلط. طبعا هيعتمد فين وازاي وامتى وفي انهي موقف، لكن احنا لازم نتعلم ان احنا واحنا بنفكر نتواصل مع نفسنا. حتى لو بتفكر في موضوع، حتى لو بتفكر انك توصل رساله لشريكة حياتك. قعدت مع 10 طلبة كان عندهم انترفيو بعد أسبوع يتقابلوا في عشان وظيفة، والجميل إن 10 دول بيقدموا على وظيفة واحدة، فأنا كان لازم أكون محايد. قلت له أنت بيعتمد على طريقة توصيلك للمعلومة، how to sell yourself، إنك إزاي تبيع نفسك. أنا ما أعرفش المصطلح ده يترجم بالعربي كده ولا لا، إزاي تقدم نفسك، how to market yourself، إزاي إن أنت تقدم نفسك بصورة تخلي المدير يقبلك ومحدش تاني، إزاي تقدم نفسك بصورة صحيحة. ولكن اللي مش هقدر أتحكم فيه يا جماعة هو التفكير والتواصل الذاتي. عايزك تقعد مع نفسك وتبتدي تعمل السيناريو اللي ممكن المدير ده يعمله معاك. حط الأسئلة الغير متوقعة واسأل نفسك فيها وحاول تدور على الإجابات. ثلاثة عملوا كده، وهم الثلاثة اللي اختيروا من الفيرست سيليكشن. ثلاثة اللي عملوا كده اختاروهم ان هم يعملوا مقابلة تانية، لكن الثلاثة اللي ابتدوا يعملوا يفكروا مع نفسهم ان هو يقعد مع نفسه الأول قبل المقابلة. عندك مشكلة مع مراتك، قبل ما اول ما توصل البيت تعالي يا ست هاني اقعدي عندنا مشكله ولازم نحلها. فكر مع نفسك الاول ازاي تتكلم بصوره ايجابيه ما تجرحهاش، ازاي تحط الحقائق، ازاي تحط الواقع بصوره بسيطه بحيث انت تفهم وهي تفهم، ازاي ما تكونش جارح في طريقه توصيلك للسؤال او عرض المشكله، ازاي ما تكونيش انت كمان موقفك سلبي في تعامل مع المشكله. الكلام ده كله لازم تفكر فيه الاول قبل ما تقعد مع شريك حياتك وشريك الحياه. يمكن من اصعب طرق التواصل او ركائز التواصل الاصغاء. لما بنتكلم عن التواصل، ايوه ده انا راجل بقعد الطلبه قدامي ساعتين، ده انا بتكلم ذهب وجواهر، ده انا بقعد احكي مع مراتي عن حاجات وانجازاتي في الشغل بالساعه والساعتين، ده مش تواصل. ده مش تواصل، انت بتعرض فكره. التواصل هيكون لما يكون في ريفليكشن. كلمة تواصل جاية من الكلمة اللاتينية اللي هي اسمها كومونيزم، طالع منها الكلمة الإنجليزية اللي اسمها كومن. كومن يعني شيء مشترك. إذا فالتواصل لو هو مش مشترك هيبقى ناقص. عادل بس مشترك إزاي وأنت لسه بتقول لي مع نفسك؟ طب ما أنا لوحدي. مع ذاتك، تتواصل مع ذاتك. تسمع، وإزاي تتعلم تسمع؟ والسمع الإيجابي الفعال هنتعرض له بكرة وهنشوفه مع بعض بكرة. ما أحلى الكلام، نتكلم
جميل جدا حتى لو بتتكلم 90% وهي بتتكلم 10%، بس حاول في طريقة كلامك انك تحط اساسيات ايجابية لي زي ما قلنا من شوية. في تواصل يا جماعة غير لفظي، غير لفظي يعني لا بالكلام ولا باللسان ولا، وممكن حتى وانت مغمض عينك. قريت مرة قصة جميلة جدا عن التواصل اللفظي، عفوا الغير لفظي، عن أم شابة عندها بيبي صغير. البيبي ده دايما يروح ينام، قبل ما ينام يعيط شوية، ده طبيعي يعيط بس ده كان بيعيط شوية كتير. لكن طول ما الأم هي قاعدة جنبه وهو حاسس بنفسها، هو شامم ريحة لبسها، فبينام بالراحة شوية شوية لغاية ما تحس انه نام، بس بتستغرق تقريبا ساعة ساعة ونص. ابتدت تفكر اعمل ايه عشان احسسه ان انا موجودة جنبه، موجودة معاه، ازاي اتواصل معاه بصورة غير لفظية. ها نام يا حبيبي نام، نام نام وادبح لك جوز حمام. الناس اللي جاية من الصعيد او اللي عندها خلفية دي اكيد تعرف والدتي الله يرحمها كانت زمان كانت بتغني لنا الاغنيه دي، نام نام واذبح لك جوز حمام. بيسمع صوتها، نبرات صوتها، نفسها بيخليه شويه شويه يهدى وينام. الست دي فكرت في حاجه جميله جدا، انها اول ما هو يبتدي يغمض عينه بعد ما تحطه في السرير، تاخد قطعه من ملابسها وتحطها جنب وشه او جنب مناخيره، ويا حبذا لو قطعه حاجه من لبسها يكون في مثلا ريحه جسمها، وقالت باللفظ كده ريحه لبن الام، وتبتدي تحطها قدام نفسه 3 دقائق والطفل ينام، لانه عنده يقين انه تواصل مع الشخص اللي هو بيديله الامان، والشخص اللي بيديله الامان مازال موجود معاه. التواصل الغير لفظي يا جماعة مهم جدا جدا، لكن برضه هعتبره زي الإصغاء من أصعب ركائز التواصل. لكن هنحاول بقدر الإمكان اليومين دول نشوف مع بعض نوصل لمفاتيح تواصل الغير لفظي إزاي، بحيث إن إحنا نعبر لبعض بدون كلام. هنري فورد، احنا بنعرف العربيات اللي هي فورد، وهو مؤسس الشركة دي. هنري فورد قال ان اصعب شيء، اصعب عمل ممكن تعمله في حياتك او يعمله الانسان، هو انه يفكر. عشان كده في ناس قليلة جدا اللي بتختاروا عمل ليها. خد كده لحظات، خدي لحظات كده، امتى كانت اخر مرة قعدت مع نفسك فيها، قعدت بجد، مش وانت سايق العربية، مش وانت ماسك الموبايل وبتفكر لا، انت اخر مره قعدت فيها مع نفسك، قعدت فيها مع نفسك، مش مع جوزك، مع نفسك، مش مع مراتك، مع نفسك، وابتديت فعلا تراجع حسابات، مش لازم حسابات فلوس. هو انا زعلتها النهارده؟ هو انا كنت بايخه معاه لما، هو انا جرحته؟ امتى اخر مره عملت كده؟ خد النقطه دي النهارده كمفتاح ان انت تبتدي تتواصل مع ذاتك، لانه التواصل مع الذات هو تدريب غير مباشر للتواصل الصحيح مع الآخرين. لأنك وانت بتتواصل مع نفسك هتقدر تلوم نفسك، ولما تلوم نفسك هتسمح لنفسك ان تلوم نفسك، يعني هتقبل من نفسك اللوم. لكن في حد ذاتها هو تدريب على انك قبول اللوم. لما تيجي تحكي مع شريكة حياتك وتلومها او هي تلومك، اتدربت على النقطة دي. حاول بقدر الإمكان إنك تاخد الأوقات اللي أنت بتعتبرها أوقات راحة ليك. الإصغاء، يجوز الطرف الآخر وهو بيتكلم معاك أو بيوصل لك رسالة بيتكلم بلغة الجسد، بيتكلم بصوت عالي، بيعرض لك حاجات، بيوري لك حاجات، إزاي أنت تبقى صاغي فعلا ومصغي بطريقة كويسة في الحديث، بطريقة مش بس إنك لازم تسمع، لا أنا بسمع عشان ده موضوع مهم، أنا مدي اهتمام للموضوع وبسمع. لما بتتكلم
وانت بتتكلم كمان. احنا عندنا مشكلة كبيرة في كلامنا، وهي احيانا بتكون الصوت العالي قوي او الصوت الواطي. لكن عملوا احصائيه في البلاد العربيه سنه 1999 لقوا ان 80% خصوصا الرجاله بره البيت، 80% من الرجاله بره البيت في احاديثهم مع بعض بيتكلموا بصوت عالي جدا لدرجه مزعجه للي حواليهم. لو قاعد في كافي ولا بتاع، الناس اللي قاعده جنبك بتسمع وتبص لاي واحد لفت رقبته وبيقول يعني توطي صوتك شويه. و20% من السيدات، انا اعرف شخص يعني بصوره شخصيه كان في كل كلام او حديث ما بيننا قبل ما بنتكلم اقول له من فضلك وطي صوتك، احنا اصحاب جدا جدا لدرجه اني بقول من فضلك وطي صوتك، وكانه بيحاول يعبر عن الفكره اللي في ذهنه او عايز يوصل المعلومه بصوره قويه، عايز يقنع الشخص اللي قدامه بالفكر ده، فبيعلي صوته، بيعلي صوته جدا لدرجه مزعجه. فواحنا بنتكلم يا جماعه لازم نراعي نبره صوتنا، طريقتنا، كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في ركائز او مهارات التواصل.